السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة الفجر سبور، وبالضبط متتبعي البطولة الوطنية لكرة القدم النسوية في قسمها الثاني شطر الشمال. قسم الدورة 17 من البطولة الوطنية احتضن ملعب سان طاور ورابي العرايش المقابلة التي جمعت بين فريقي جوارات نجم العرايش الطامي هذا الموسم لصعود القسم الممتاز وفريق النادي الرياضي لبلدية بركان متوسط الترتيب. هذه المقابلة عرفت اكتساح الفريق العرايشي للفريق البركاني بستة أهداف للا شيء. وقد أدار هذه المقابلة طاقم تحكيم من عصبة الضربدة الكبرى. للإشارة، الفريق العرشي كان محروم من خدمات مدرب الإطار سعيد وطني بسبب طرده في مقابلة هلال تمارا وتوقيفه لستة مقابلات، وعوضه المساعد السيد حسن بغا. عند انطلاق المقابلة، الفريق البركاني أراد ممارسة بعض الضغط على الفريق العرايشي وقام ببعض الهجمات كانت أخطر بوسط اللعبة هنا، لكن قوة الدفاع الفريق العرايشي بقيادة عميدة الفريق فاطمة الملكي حلدون وصول الكرة إلى الشباك. هنا ضربة خطأ من الجهة اليسرى للفريق العرايشي في تنفيذ اللاعبة فاطمة زرع كيف، وبطريقة رائعة تسجل لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية هدف السابق للفريق العرايش. لاعبات متألقات في البطولة الوطنية اللعبة ليلى وزهرة أزعج كثيرا دفاعات الفريق البركاني بتقنياتهم الكبيرة مما جعل الفريق الضيف يتدخل بخشونة في بعض الأحيان. اللعبة المتألقة ليلى هنا تراوغت من الكرة للاعبة أميمة التي تلعب بجرين دورة قتالية عالية. اللعبة أميمة تفاجئ حارسة مرمى الفريق البركاني بقذفة من بعيد، لكن الحارسة وداد تتدخل في الوقت المناسب وتأتي ضربة زاوية في تنفيذ اللعبة نور وارتقاء رائع للعبة خط الوسط اللعبة فردوس لتسكن الكرة في مرمى الفريق البركاني وسجلة بذلك الهدف الثاني في المقابلة. ضربة خطأ للفريق البركاني في تنفيذ اللعبة ماريا، لكن قوة دفاع الفريق العرايشي يجعله سباقا لكل الكرات. اللاعب الرائع جوالهير فعلت ما شاءت بلاعبات الفريق الخصم بتقنيتها ومراوغتها الرائعة. نفس اللاعبة، اللاعبة جوا تخطف الكرة من دفاعات الفريق البركاني وتمرر الكرة للاعبة فاطمة زرع كيف، لكن الدفاع يتدخل لينقذ شباكه من هدف محقق. وقبل نهاية الشوط الأول هجمة مرصدة كاد لإسراع الفريق البركاني أن يسجل الهدف الأول، لكن برعت حارسة الفريق العرايشي والمنتخب الوطني الحارسة زينب سيبقي النتيجة كما كانت عليه ليعلن الحكم عن نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق العرايشي بثنائية نظيفة. مباشرة قبل انطلاق الجولة الثانية دخول اللعبة أمان وهجر سيعطي نفس جديد لهجوم الفريق العرايشي. ضربة زاوية للفريق العرايشي ودائما في تنفيذ اللعبة نور، وكاد الفريق العرايشي يسجل ثالث الأهداف لولا تدخل دفاع الفريق الزائر وإبعاد الخطورة عن المرمى الفريق البركاني. ضربة خطأ لفريق شوارة نجم العرايش في تنفيذ عميدة الفريق فاطمة الملكي تمرر الكرة للاعبة المتألقة ليلى وبقذفة قوية لم تترك أي حد للحارسة حارسة فريق نادي بلدية بركان، ولجمالية الهدف نعيده عليكم أكثر من مرة. بعد الهدف الثالث بقليل اللاعبة هجر التي أشركها المدرب في بداية الشوط الثاني تسجل هي الأخرى هدف رائع، وبغفلة منا لم نستطع تصوير لقطة الهدف. اللاعبة جوالهير وبفضل مراوغتها الرائعة كانت أكثر لاعبة تعرضت لتدخلات عنيفة وقوية في الكثير من الأحيان. هجوم وتمريرة أخرى من اللاعبة نجوى في اتجاه المهاجمة هجر والحكم يعلن أن حالة التسلل غير موجود. تمريرة رائعة للاعبة نور واللاعبة هجر كادت أن تسجل هدف لفريق جوارات نجم العريش لولا تدخل حارسة فريق نادي بلدية بركان. اللاعبة نجوى لم تستطع إكمال المقابلة بعد إصابتها في الركبة بعد التدخلات القوية التي كانت في حقها من طرف لاعبة الفريق البركاني. فرصة أخرى هنا تضيع للفريق العرشي بوسط اللاعبة أميمة.
اللعبة فاطمة الزهراء تسجل الهدف، لكن الحكم يرفع الرأي معلنا عن حالة التسلل. اللاعبة نور تنسلم من الجهة اليسرى وكادت أن تسجل الهدف الخامس للفريق العريشي لولا تدخل الحارسة وداد حارسة فريق نادي البلدي لبركان. لاحظوا معي، اللاعبة نور تنفذ زاوية بسرعة في اتجاه اللاعبة فاطمة الزرعة كيف وبكل هدوء وبطريقة اللاعب الكبار تسجل هدف من أجمل أهداف البطولة الوطنية لكرة القدم النسوية. واحتفالية اللاعبة فاطمة الزرعة كيف لعبة فريق شوهرة نجم العريش والمنتخب الوطني المغربي على طريقة الدون كريستيانو رونالدو. اللاعبة فاطمة الزهراء عكيف نجمة فريق جوهرة نجم العريش والمنتخب الوطني المغربي تخطف الكرة من مدافعات الفريق البركاني تراوغ وبكل هدوء تسكن الكرة في شباك فريق نادي بلدية بركان. واحتفالية اللاعبة فاطمة الزهراء عكيف بالهدف السادس لفريقها والثالث لها في هذه المقابلة على طريقة النجم كريستيانو رونالدو. الحكم زكريا من عصبة التربيضة الكبرى عن نهاية المقابلة بفوز فريق جوهرة نجم العريش على ضيفه نادي بلدية بركان بست أهداف للا شيء. يبقى الفريق العريشي ملاحقا المتصدر شباب المحمدية بفارق 3 نقاط. وإلى اللقاء في موعد آخر إن شاء الله.